بقى جايين لكم فيديو انتوا بتحبوه جدا، ومكان اصلا كل ما بنيجي المول لازم نصوره. احنا ليه بنيجي كل مره بيبقى عنده حاجات جديده؟ احنا كتير، لان احنا اساسا كمان بنبقى جايين نجيب الحاجات بتاعتنا اللي احنا بنبقى محتاجينها طول الوقت، البخور والبرفيوم والمعطرات كلها بنجيبها من عنده، فبنبقى جايين اصلا نجيب حاجاتنا، وفي نفس الوقت بنعرفكم على الحاجات الجديده اللي فيستا. انتوا طبعا عارفين ومجربين، في منكم ناس كتير جدا بيجوا ياخدوا من عنده. احنا كل مره بنيجي ما شاء الله بنلاقيها عامل حاجات جديده، وده احنا بنبقى شامين الريحه من فوق من قبل ما ننزل وعامل ستاند بره اللي هو لو مش هنعدي هنعدي. والله كنا متلخبطين في النازله، فبقول لساره لا انا شامه ريحته هو هنا. بصوا هو مولع دي لسه ريحتها خطيره. شم ريحتها عامله ازاي؟ ريحتها خطيره. الزبله دي عامله كل مره بيغير ترتيب الحاجة. بصوا الديكور بتاعه بصوا المباخر خطيرة حلوة جدا، يعني اصلا مش بس ان هي تديلك ريحة في البيت، لا ده كمان ديكور تحفة يعني. بصوا بقى يا جماعة ما شاء الله الكوليكشن كبير جدا زي ما انتوا شايفينه كده، وبرضه هو هيبقى معانا بالاسعار. قولنا كده ايه الجديد عندك؟ كل ما بنيجي اصلا نشوف حاجات جديدة، يعني ما شاء الله كل ما بنيجي بيكون في حاجات جديدة عندك. قولنا بقى ايه الجديد؟ في البان في كذا ريحه عامه، في البان بينك شوجر، بينك شوجر، وفي البلاك ايس تحفه طبعا. لا البلاك ايس ده على ضمانتي يا جماعه، هدوم تحفه انا جربته حلو جدا. بصوا يا جماعه كل المحلات بتاعت الهدوم واللي اي حاجه بتدخلوها بتدخلوا مش موافقه الحاجات، هم بيبقوا حاطين بلاك ايس ده. ايوه فعلا يعني بجد خطير. وفي الشوجر ده برضه بينك شوجر من الحاجات الجميله جدا برضه في الاستخدام. طبعا كل الناس بتحب الفوق يعني، ولو حاجه بتمثل حد غير في التوت الثالث برضه، وفي الورد، في الجزء الثاني تنوعت كمان حاجه، وفراوله كمان، ومسك حلو، المسك خطير، المسك والعود والتوت اخطر حاجات الناس. الجي كي برضه، الجي كي، الجي كي ده في الكسالية حلو برضه، وطبعا العود مسكاته حلو، الكاريزما برضه حلو، الكاريزما ده بقى الكاريزما برضه ثباته جميل جدا. ده برفريخ يعني من الحاجات الحلوه في ده برضه، ده جولد ما شاء الله ثباته هو نفس الشركه برضه بس تركيز اعلى شويه، وده برضه ما شاء الله ثباته حلو. طب ده سعره ايه؟ ده سعره ايه؟ ده انا منزل على عرض اللي جالي من طرفكم ب 25 جنيه. ده 25 تمام قوي، وده ب 30 جنيه، وده 30، وده ثباته ما شاء الله عالي جدا يعني. وده 25، ده 25 زي ما قلت، ده 25 وده 30 تمام. وعندنا الفريده معطر فريده، الفريده معروف هنا عنده ارخص من اي مكان تاني. الفريده اهو، وطبعا بيعمل اساسا عروض للمتابعين. 27 عندي منه 7 روايح بتوعهم كلهم موجودين برضه. الحاجات الجميله جدا. ده ريحته ايه يا جماعه؟ على طول بره. ده خوخ، ده خوخ، ده خوخ، الخوخ ريحته خطيره برضه. الخوخ والتوت والعود والمسك من غير ما يتفتح اصلا. بصي حلو قوي ده، هادي هادي تحس ان هو ورده او حاجه كده. ده اسمه ليالي، لسه نازل جديد على فكره. ليالي ده انا سمعت عنه. بصي تحفه. طبعا البرجة معروفه. البرجة ده حلو جدا، دايما بتستخدمه. ده مميز على فكره برضه، من الحاجات المميزه. لا ريحته حلوه قوي. ريحته جميله. لا انا قبل ما هيتعامل معاهم هنا. اللي انت كنت بتديها لي المره اللي فاتت دي. معطر ده جميل جدا. صغيره دي خطيره. خطيره خرس. ما هو كل ده. تحفه. بخاخه، عارفه بخاخه كده الصغيره انا برضه بخش بيها. بحط على السكينه بالسكينه. بص نفس النظام الحاجات دي بقى. بتاع اللي ادهالنا. ده خيال. بتاعت العربيه. مش بتاعت عربيه يا جماعه، على فكره ممكن تحط فيها اي حاجه، تنفع للبشره، تنفع لكل حاجه. هلاقي فيها استخدامات كتير اصلا. والله؟ اصلا بتحط فيها جمال عربيه. ليها استخدام عامه. ده معطر الارضيات برضه. ده يا جماعه بصوا خطير. ده جبنا من طرفكم برضه، هو 55 على ما عرض. هديك 56 جنيه. 56 جنيه والله يا جماعه. طب انت قلت الفريده كام؟ الفريده 27 جنيه. عندي منه جميع الروائح، ده الاصل على فكره، وعندي من ده 12 ريحه برضه بتوع الفريده، وعندي الكبير بتاعها برضه. انا كنت اخدت ريحه حلوه قوي بس مش فاكره كان اسمها ايه. بصي ده ده 50 جنيه الاثنين. ده انا عايز اقول لكم ان ده ما خلصش منه حاجه اصلا، وانا لسه عندي والله. هو جه خلص اساسا، اللي هو الغطا، اللي هو غطا كده على الحاجه. بس ما تخطريش. وناس بقى احنا هنجرب من عندك البرفيوم. نعمل كده كل حاجه من عندك. احنا حاجتنا مضروبه، طمني يعني. بيقول على الملح. هو بيقول كده على جهاز يا بنتي، يا مضروبه، طمني يعني. انت ليش هنجرب البيبسي؟ بص هو ده في منه بقى روح كتير جدا تمام. بص ما شاء الله برده، هو ده تركيزه قوي يعني. ده في خوخ، وفي ايه تاني؟ في توت، وفي تاج. التاج ده داخل في ريحه البرفيرمون سبارك الحريمي. ايه ده انت جبت ده؟
جميل اه شغال معاه كويس قوي. ده ايه؟ ده يا جماعه كل الناس بتتكلم عنه بيقولوا فظيع تحفه. ده بخور. بخور افتحي الشمال اليمين. بيقولوا عليه فظيع. معمول. انا شفت ب 35 جنيه. كتير يوتيوبرز بيتكلموا عنه. ايه ده؟ بيقولوا فراخ ايه ده؟ كانه بيرفيوم. ايه ده؟ ده البرفان جميل جدا. ده بيتعمل ازاي ده؟ 35 بتحطيه على المكرونه تديك ريحه. على يعني كل على الفحم وتحطه ده. بص احمر كده. انا عايزه تاخد واحده. ده زي الفحم العادي اللي هو نفس النظام حتى كده اهو. وتحط عليها الفحميه وتسيبها. خطير. نفس النظام كده بالظبط. ريحته فظيعه قوي. لا تحفه في الاستخدام. ده ده روايح. واستواته حلو. الله. جميل جدا. بس طبعا عايز مكان واسع بقى عشان طبعا الحد هنا مكتوب. بس هو ما شاء الله ثباته ما شاء الله. الريحه عندك طالعه فوق. وعندي بقى بقول ان كل ده كور على فكره. طب هما دول كلهم واحد؟ ارواح كتير محسوده ولا ايه؟ محسوده. ارواحها جميله جدا على فكره. في بقى عندي من البودره ده تمام كذا ريحه برضه. نفس النظام برضه شغال كويس. انا فاكر الفحم دي متوفر منها اشكال كتير على فكره. انا عايزه من الفحم ده المبخره. يعني بصي المبخره دي 100 جنيه. بديكي معاها البخور وبديكي معاها الفحم. كمل. مبخره البخور الناعم اللي انت حطيته ده شبه البخور جاي لي من بره. مبخره ب 100 جنيه تشتري معاها البخور والفحم. دي بديكي معاها البخور وبديكي معاها الفحم. المبخره دي في منها اشكال كتير جدا على فكره. طب سعرهم ايه بقى؟ كل الاشكال بس الحاجات دي. حلو قوي. انا عايزه المبخره. لا يعني كل ده دي ب 100 البخور مش لاقي. عايزين نجيب حاجه. عايزين نجيب نحس كده. في واحده صغنونه تحفه تحفه جدا. الصغيرين دول بصوا اصلا ستايلات خليجي اساسا. دي كلها الاشكال كل ده سيراميك ما شاء الله. يعني في حاجه زي كده ده كام دي ب 120 جنيه تحفه بصراحه. بديكي معاها البخور كيس بخور وبديكي معاها كيس فحم كامله. اه حلو قوي. يعني نجم من طرفكم ما شاء الله نعمل معاه الاكراميه يعني. انا عايزه ليه في بقى الاشكال دي كلها كلها ما شاء الله حلوه. رايقه جدا برضه مقطعه. حلوه قوي. كان عندك واحده عليها عينين كده كان نفسي فيها بس خلصت صح؟ موجوده عندي برضه نفس النظام. في بقى الحاجات اللي بالكهرباء دي. احسن حاجه الكهرباء صح؟ الكهرباء بتبدا من 130 مع ان انا عندي فحم والله. دي ب 130 جنيه. 130 تبدا من 130 بسرعه؟ لا اعملها بسط انا بعملها امراض سهله. بتدرج ب 130 بالبخور وبديكي معاها معطر وبديكي معاها معطر بالدولاب. كل ده ب 130. وعملية الاستخدام انا عايزه اصلا اجيبها عشان خاطر البخور ده. عندي منها اربع الوان. انا عايزه البخور ده لازم تحفه. لا فظيع. في المبخره دي متوقعتش شحته كده. اه لا دي جامده. دي بقى عشان تعرفي ليه بقى هي ليها الغطا ده؟ عشان الناس بتبقى عايزه تبخر شعرها. دي للجسم وللشعر. هي دي ما شاء الله حلوه يعني. دي السودانيات والخليجيات ما شاء الله وعمليه. في طبعا مبخره البخور بقى طبعا معروفه يعني. مبخره البخور. مبخره البخور. اه ما انا بقول يا رب الواحد يفوت يحط عضو البخور. شغاله كويس يعني. نفس النظام. اه حلوه قوي. لا 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 محتار والله. كنت عيني هنا بخور. يعني زي كده مصر. وانت عندك عود البخور الضخم جدا ده. اه موجود. ناس كتير سالتنا عليه. العود ده موجود عنده. ودي بكام؟ دي عامله 120 جنيه. بديكي معاها بخور وبديكي معاها فحم. حلوه قوي برضه دي عشان عايزين تبخروا شعركم. وفي البخور ده؟ ده عندي منه اربع روايح. اه ايوه هو ده. ده بيقعد خمس ساعات. ايوه ده اللي كان قايم عليه. اه. وعندي برضه منه الثلاث ساعات جاي ده. 24 ساعة قبل. بالظبط ممكن معاه معاك ساعتين. انا كنت قفلت قوي. لا لسه مناخيري شغالة لسه. كده ده شغالة؟ لا ده في برضه بصي بالنسبة للشعر ده حلو قوي ده البند. ده داخل في ريحة الارابيسك قرفة. بس قوي. اه. بص الشعر ده. عارفة ريحته بالظبط زي روت سيلر. عارفة روت سيلر؟ ده خوف. ده شاور. يعني عشان شوية روايح حلوة. كام ده؟ ب 40 جنيه. احنا عايزين حاجة تعمل بابل بقى عشان الصيف. اه النهارده والله العظيم ب 40 جنيه جملة. انا بجيب سعر جملته النهارده عشان عندي سعر جملة. قول لي بقى عايز حاجة تعمل بابل كام تاني عشان الصيف وال هو ده ما شاء الله ليه استخدام. بيعمل بابل حلو؟ تمام نفس النظام برضه. حلو قوي. حاجات فظيعة. انت كان عندك انواع شاورات كتير. بصوا بصوا عارفة البنات كلها بتحب الحاجات دي تحفة قوي. دي ب 100 جنيه بالفحم. يعني دي ارخص من الكريم ولا من الكريم؟ اه بالكوب الفحم حلوه خالص. بصي هي اساسا من قطع ديكوريه كده زي. ايوه انا بقول لك المباخر هنا اصلا بتتحط كشكل عمليه باستخدام. وفي المبخره دي برضو دي خشب. دي منظر واستخدام. كان في واحده صغيره كده زي دي. اه راحت فين؟ زي خلصت. راحت فين؟ زي دي كده. دي؟ زيها بس صغيره. الصوره بتاعتها اصلا الحاجه اللي هي دي. فيها هيك؟ ايوه هي دي. لسه بتقولوا بتاعت الشعر. دي كلام استخدام برضه. دي جميله برضه. ثباتها حلو برضه وبتطول معاكي في المبخره حاجات دي بالشعر. المعطر ده على فكره نازل منه المعطرات دي نازل منها كذا ريحه برضه.
روايح بقى. هي على فكره نفس الماركه بتاعت هي نفس الشركه برضو بس ما شاء الله صراحه حلو. في الجال معطر الجليد ده ب 40 جنيه. لا في منه قصه كبيره شويه طويله كده. انا عندي لا ده انت قصدك على الفريزه. لا جليد برضو ده بتاع الجهاز اللي هو الاسبراي هو موجود عندي برضو ب 45 جنيه الاثنين. بتاع الجهاز ده بتاع الجهاز ده عندي حلو برضو. بصوا انتوا لو عندكم انتوا لو عندكم دي مش هتبقوا محتاجين اي حاجه في الدنيا. والله مش عارفه بحس ان التانيين عاملين اكتر. بس دي فظيعه بتغير الهوا كده. بس ده احساس وده احساس ثاني خدي بالك. ده احس كده ده بيدي فريشنس كده وده بقى ريحه بخور قصيه. ده في ايدي ده معطر برضه 25 جنيه. ده مركب 25 جنيه ده مركب تركزوا عليه جدا نفس الفريده على فكره. ايوه بس الفريده ده مخفف شويه. هو عمل بس تركيزه على الجبده 25 جنيه عندي ده منه كذا ريحه. ده كان طالع زمان كده اول ما طلع كان 65 جنيه. ده غالي رخيص قوي قوي. ده كان بيتباع 65 جنيه اول ما طلع. وفي بقى روايح منه يعني ده التانجو ده العود في منه روايح كذا ريحه منه عامه روايح كلها موجوده متوفره موجوده عندنا. انتوا اصلا تيجوا هنا تحتاروا مش عارفين تاخدوا ايه. اه والله فعلا انا دلوقتي محتاره ونسيت انا كنت عايزه اجيب ازاز وكل ما بنيجي بنشتري. في اشكال ازايز ورين يعني في ده مثلا لو انت حد مثلا عندك اشكال ازايز حلوه قوي يعني تجيبوها تملي اه بيعرف يفتحهم يا جماعه دي احلى حاجه. كمان بتمليها وهي مقفوله حلو جدا. عندي بقى ثبات في الاشكال بتاعتي له طريقه تمام. عندي اشكال حلوه واسعار كويسه مش موفرين حلو قوي يعني اسعارنا الحمد لله كويسه جدا. واهم حاجه عندي كمان الثبات. هنجرب احنا البيرفيوم لسه ما جربناهوش هنقول لكم بقى الحقيقه ان احنا حاجتنا مضروبه الحمد لله. صريح 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 الحمد لله. عندنا بروح كتير جدا وفي الهاند ووش ده عليه عرض برضه ب 20 جنيه الهاند ووش ده. ده لتر ولا ايه؟ ده لتر. اه حلو والله ثباته حلو قوي على فكره. جميل. بس كده يا جماعه يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تقولوا له ان انتوا لما تيجوا ان انتوا من طرف قناه منصوره ريفيوز هيعمل لكم عرض حلو قوي يعمل لكم خصومات حلوه. هو كده كده بيعمل خصومات حلوه بس جدا. بس استفادوا بقى من الخصومات اللي معموله لينا. الحقوا الحاجه بقى لان بصوا الحاجه دي ما كانتش موجوده اصلا لما كنا جايين المره اللي فاتت. الحقوها شوفي دي يا ماما و... الله تحفه ايوه بصوا اهو الكارت مسكي كده يا سارة العنوان ورقم التليفون عشان لو ما عرفتوش تيجوا. احنا تحت مول كعب الغزال. العنوان ما يتوهش خالص في السنتر اللي تحت مول كعب الغزال. يلا بقى ان شاء الله نستنى كومنتاتكم واللايك والكومنت والشير. سلام سلام.